يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا منى، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. كل سنة وانت طيبة الأول. كل سنة وانت أطيب وبصحة وبخير. ربنا يخليك، وكل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. يعني ساعات قليلة بتفصلنا عن عيد الفطر المبارك. أيام أيوة بقى. أيام أيوة جميلة بقى. أيام جميلة، أيام العشر الأواخر، أيام جميلة، وصباح دايما بيبقى مشرق، وانت جاي كده الشغل بيبقى مشع طاقة إيجابية ومشع حماس. أنا بشوف بحس الطريق يعني زي ما بيقولوا يعني. فكل سنة وانتم طيبين. يمكن 48 ساعة وتبقى الوقفة، لسه برضو ما استطلعناش يعني الهلال، ونتمنى أن رمضان الجاي يعني يجي علينا كلنا وإحنا حققنا كل أحلامنا وكل الحاجات اللي عرفنا ندعيها خلال ليالي القدر المختلفة. على أي حال، كل واحد فينا ربما يبقى عنده لازمة. يعني إيه لازمة؟ يعني حاجة بيحاول يعملها كتير، أو بيعملها كتير، أو بيحبها كتير. حاجة بسيطة، ممكن تبقى كوباية قهوة، ممكن تبقى قاعدة مع الصحاب، ممكن تبقى صينية فول وبتنجان وبطاطس من عند عربية فول، أي حاجة بسيطة. بس حاجة دي بتفرق معاك في حياتك جدا. إيه هي الحاجة البسيطة اللي بتعتقد إن هي ممكن تفرق معاك في حياتك؟ هل هي زي ما قلت كده صوت فيروز الصبح؟ هل هي فنجان قهوة؟ هل هي قعدة صحاب؟ هل هي مكان بتحن ليه نوستالجيا؟ يعني بيبقى فيه ذكريات الطفولة بتروحه، مكان جدك، مكان جدتك، مكان كنت بتلعب فيه زمان. أكيد في حاجة بسيطة بتفرق معاك في حياتك وبتحاول دايما تعملها عشان تسعد نفسك. ايه يا مثلا يا منى بالنسبه لك؟ بص، ما عنديش حاجه واحده بسيطه بتفرق معايا في حياتي، لكن انا بقدر الحاجات الصغيره. يعني لما بصحى الصبح من غير ما ابقى مصدعه انا كده مبسوطه، لما بنزل الشغل من غير ما ابقى متاخره وعماله اجري والف حوالين نفسي اليوم يبقى ماشي بمنتهى الهدوء وما بيبقاش عندي فيه قلق. بس لا، في حاجه برضو ممكن تفرق معاكي في حياتك، يعني بتبقى بسيطه بس تاتش صغير كده بس يسعدك جدا. ما انا بقول لك التفاصيل الصغيره، ان انا مثلا مش نازله متكركبه، ان انا مش ناسيه حاجه وطلعت ونزلت وطلعت ونزلت 100 مره، ده تلاقي اليوم بقى شكله لطيف. انا هقول لك على موقف حصل معايا في اول رمضان او في نص رمضان، مش قادره احكي لك ازاي لمسني لغايه دلوقتي وازاي يعني معلم معايا. احنا كان في بدايه رمضان عم سعد صديقنا في الاستوديو هنا كان عامل فانوس، فبيقول لي خدي بالك من الفانوس، فانا متخيله ان الفانوس من الديكور. ديكور ايوه. فقمت حاطاه كده في جنبه وموسعاه له واخده بالي ان انا ما خبطتوش. كنت معاك انا اليوم ده على الهواء. ايوه. واكتشف ان عم سعد عامل لي فانوس من الكان بتاعه المشروب اللي احنا كنا قبلها. هو راجل جميل. ده بركه فانوس جميل جمال. وحركه جميله جمال. حركة بسيطة فرقت معايا 30 يوم في رمضان، احنا لسه وصلناش اليوم ال 30، يعني يمكن نبقى بس فعلا هي دي الحركة البسيطة اللي فرقت معاكي في حياتك. عارف انت لما بنقول كده يعني هي ميد ماي داي، هو عملها للشهر كله مش لليوم بس. ايوه. فدي واحدة من الحركات البسيطة جدا اللي طلعت من قلب عم سعد وصلت لقلبي على طول. ممكن كلمة حلوة تفرق. ممكن حدش يكلمني اصلا الصبح يفرق اكتر بكتير. لا والله بتكلم بجد، يعني حاجه بسيطه بتفرق معاكي في حياتك، بس تكون حاجه يعني بسيطه خالص بتعتادي عليها. لو بدا بيها يومك بتبقى يعني ايه هي يعني انت حكيتي لي على موقف عم سعد، لو ده اتكرر دايما بتبقى هي دي الحاجه اللي فعلا تفرق معاكي، ان حد يديكي تاتش انساني كده. الانسانيات بتفرق معايا قوي وبتفرحني وبتحسسني بالامان، يعني بحس كده بالراحة وبحس بأنه تمام. والله ما تخافي، ربنا هيسترها دايما. صح. الإنسانيات دي بتحسسني بكده. ما تقلقيش ما تقلقيش. صح. ولا تخافي ولا تحزني كده، بحس إن بيها بطفطبة كده. طبعا طبعا أنا معاكي جدا. أنت؟ أنا والله حاجات كتير، يمكن كل اللي قلتهم في الانترو، يعني زي ما قلتلك كده فنجان قهوة دي حاجة بسيطة ممكن تفرق معايا في حياتي، بيبقى الصبح صوت فيروز، سواء فيروز لبنان أو فيروز بنتي. ربنا يبارك. حاجات كتير، يعني مثلا انا عشت طفولتي في مصر الجديده، لو رحت الكربه بس وتمشيت ده بالنسبه لي حاجه يعني قمه السعاده، ما تتخيليش دي ممكن تبقى عامله ازاي. ان انا بس مجرد امشي في الشوارع بالعربيه او مشي، طبعا بتبقى اسعد لو انت ماشي على رجلك. طبعا طبعا، لان مكان فيه ذكريات طفولتك كلها.
حاجات كده، الحاجة البسيطة اللي ممكن تفرق معايا في حياتي. قاعدة مع أصحاب بتوع زمان بستريح معاهم في مساحة أمان زي ما قلتي. قاعدة عند واحد عنده عربية. الصحاب دي كمان بالذات صحاب المدرسة وصحاب الجامعة طبعا بالذات أنت بتبقى حاسس أنه إحنا قاعدين مش عايزين حاجة من حد، مش عايزين حاجة من بعض، مش أي مصلحة نوع من أنواع معنا، وده اللي بيخلي القعدة حلوة خالص. فبتتكلم بمنتهى السلاسة تحقيق. وبتستقبل الكلام كمان بمنتهى السلاسة تحقيق. كل الكلام اللي بيتقالك ملوش معنيين أو أنت مش محتاج تفكر فيه مرتين، ده حقيقي كده. فدي برضو بتفرق قوي، يعني حاجات بسيطة كتير ممكن تبقى يعني بالنسبة لأي حد تعدي كده، لكن هي ممكن تفرق جدا 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 معايا في يومي أو في حياتي. إيه هي الحاجة البسيطة اللي بتفرق معاك في حياتك؟ كلمنا، منشن أصحابك لو هم يعني ضمن هذا السؤال أو ضمن هذه الإجابة، دردش معانا، يعني محتاجين نسمع تفاصيل من حضراتكم على ذكرياتكم على الحاجة اللي ممكن تفرق معاكم في حياتنا. ده سؤال اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين إجابات حضراتكم اللي هنستعرضها خلال حلقة النهاردة. صبح عليكم مرة تانية، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.